أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول أريد الطواف التطوع بنية أبي، هل يصح هذا العمل علما أنه ميت، وهل يجوز أن أعمل هذا الطواف؟ هذا محل نظر وفي خلاف، لكن الذي لا خلاف فيه أنك تحج عنه أو تعتمر عنه، هذا هو الذي لا خلاف فيه وهو أكمل وأفضل. نعم.